أولا لم يكن أحد هنا في لبنان يتوقع بأن يكون هناك رئيس للجمهورية اليوم في الجلسة رقم 12 التي تشمل رقم 12، لأن الخلافات ما زالت على حالها بين الأطراف اللبنانية، لا زال الانشقاق عمودي وأفقي فلنسميه ما شئنا عزيزتي، ولكن لا يمكن أو كان من المستحيل أن نرى رئيس الجمهورية، لأن هناك كما ذكرنا هذا التباعد بين الأطراف خصوصا بين القوى الأساسية، والأهم الأهم أن هناك أيضا كان تجاهل لطائفة بكاملها وهي الطائفة الشيعية الكريمة. لا يمكن في لبنان مثل هذا التجاهل، لكن للطائفة الشيعية أو لغير طائفة أن ينتج رئيس جمهورية، لابد من توافق، لابد من تفاهم. إذا ما نظرنا أو عدنا إلى انتخاب إلى عمليات انتخاب رئيس الجمهورية، كل انتخاب رئيس الجمهورية لم يكن ليحصل إلا بوجود تفاهم بين اللبنانيين أو الحد الأقصى من التفاهم، لا أقول الحد الكامل يعني، ولكن الحد الأقصى المقبول من التفاهم. نعم سيد إبراهيم. طيب من يحسم العملية الانتخابية في لبنان؟ هل أصوات النواب السنة هو الحاسم برأيك؟ وهل هم على موقف واحد؟ بكل صراحة أنت يعني طرحتي سؤالا يعني مع الأسف دعيني أقول لك، ويؤسفني أن أتحدث هنا بلغة الطائفة، أنا من الطائفة السنية. نحن اليوم في الطائفة السنية بعد خروج الرئيس سعد الحريري من المشهد السياسي، لأنه كان الرئيس سعد الحريري سواء كنا نحبه أو لا نحبه أكثر من يجمع القاعدة السنية في أو الشرائح السنية في لبنان. اليوم نحن كطائفة نحن اليوم بصورة مبعثرة، لا يوجد لهذه طائفة رأس كما يقولون أو زعيم كما يقولون. من هنا هذا التشرذم في الطائفة السنية، لأنه حتى النواب السنة الذين جرى انتخابهم في الدورة الانتخابية الأخيرة، الدورة النيابية الأخيرة، ليسوا على توافق بين بعضهم، هذا مع ذاك وذاك مع الآخر إلى ما هنالك. نعم سيد إبراهيم. طيب هناك تسريبات وهناك معلومات أنه لا يوجد اتفاق جدي بين القوى الدولية، يعني الاتصالات التي تجري دوليا بين فرنسا وأمريكا والسعودية وغيرها من الدول أيضا لم تصل إلى توافق على مرشح واحد تجتمع عليه القوى السياسية أو الأساسية في البلاد، إلى أي مدى هذه المعلومات صحيحة برأيك؟ تعرفي وأنت يعني تطرحين علي هذا السؤال، يعني يحس في نفسي كلبناني أن أسمع، وطبعا أنت سؤالك مبرر وسؤالك مشروع، ولكن يحسفني أنا كلبناني أن أرى أو أن أتحدث دائما عن انتظار عمل خارجي، تدخل خارجي من أجل لبنان، وكان نحن يعني قصار عن إدارة شؤوننا بأنفسنا، وقصار كما يقال عن حك جلدنا بظفرنا. مع الأسف هذا هو الموقف في لبنان، هذا هو الوضع في لبنان، هو بشكل يعني وضع مؤسف عزيزتي، أنه ننتظر الخارج وتعليمات الخارج لكي يعني تسير الأمور على ما يرام في لبنان، ونحن هنا نتحدث بالنسبة لرئاسة الجمهورية. يبدو أن هذه التفاهمات التي حصلت خارجيا، خصوصا التفاهم السعودي الإيراني، ثم التفاهم السعودي السوري، لم نقطف ثمارها بعد في لبنان، إذا ما يعني أدخلنا الجانب الخارجي في عملية الانتخاب برئاسة الجمهورية، لم نحصد رياحها حتى الآن في الوقت الراهن. نعم مؤسف جدا ما تتحدث عنه سيد إبراهيم، لكن لو تأملنا قليلا يعني في حال نجح لبنان في انتخاب رئيس للبلاد في الجلسات القادمة، هل سينجح في توحيد البلاد في ظل هذا الانقسام السياسي الحاد؟ يعني علينا أن نبدأ من نقطة أساسية، من ركيزة أساسية، وهي رئيس الجمهورية. نحن لا يوجد لدينا رئيس جمهورية وهو يمثل يعني يشكل رمز البلاد، يوجد لدينا رئيس مجلس وزراء يصرف الأعمال، ليس بحكومة كاملة الأوصاف كما يقال عزيزتي، بالإضافة إلى ذلك يوجد لدينا مجلس نواب منقسم على بعضه البعض، لا يقوم بدوره التشريعي على ما يجب. نحن في حالة
من الفراغ والشلل الكامل في لبنان بكل صراحة. المؤسسات لا تعمل بالشكل المطلوب، تعمل بالشكل يعني بالقطعة كما يقال. هناك يعني موظفو المؤسسات العامة والإدارات العامة في حالة إضراب متواصل لتدني رواتبهم. من هنا يمكنك أن يعني يكون لديك تصور عن الوضع المؤسساتي المتردي في لبنان مع الأسف. نعم، شكرا لك على كل هذه المعلومات التي تفضلت بها. سيد إبراهيم عوض، كنت معي من لبنان تحديدا من طرابلس. إبراهيم عوض المشرف على موقع الانتشار الإخباري، شكرا لك.